ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل حاجه طبيعيه للشعر. طبعا كلنا دخلنا في الصيف، الصيف بنغسل شعرنا اكتر. طبعا غسيل الشعر بيبقى برضو بيفقد ترطيب، وفي نفس الوقت بنبقى عايزين نرطب شعرنا بحاجه خفيفه، وقلنا ان احنا ان شاء الله في الفتره دي هنتجه ان احنا نعمل الحاجات اللي احنا بنشتريها من بره هنعملها في البيت. النهارده هعمل ايه؟ هنعمل ان شاء الله بلسم الليف ان. الليف ان اللي هو البلسم اللي احنا بنسيبه على شعرنا بعد ما بتغسلي شعرك بالشامبو. في نوعين من البلسم، البلسم اللي احنا بنحطه على شعرنا مثلا 2 أو 3 دقايق وبعدين بنشطفه، وفي بلسم بنسيبه على شعرنا اللي هو بيبقى خفيف، بيبقى عامل زي اللوشن كده او اخف كمان. ده بيتساب على الشعر، مش بيتشطف ولا حاجة. الليف ان من الحاجات الحلوة قوي الخفيفة على الشعر، تقدري ان انتي يعني تحطيه بسهولة. هنعمله النهاردة بمكونات بسيطة جدا، مكونات فعالة وبسيطة. اولا انا في حاجات اساسية وفي حاجات ممكن تحطيها او ما تحطهاش على حسب رغبتك. اول حاجة انا هستخدم النهاردة بلسم جونسون للاطفال، اي حاجة تكون آمنة، يعني يا اما حاجة للاطفال، مش بأيدك بحاجة معينة، يا اما حاجة للاطفال، اي بلسم للاطفال، يا اما بلسم طبيعي. كنا اتكلمنا قبل كده عن انواع البلسم الطبيعية برضو، فهستخدم النهاردة بلسم جونسون بما انه من الحاجات برضو الآمنة. تمام، ومعايا مية ورد، ومعايا بخاخة هحط فيها الحاجة اللي هعملها النهاردة. طيب عبارة عن ايه؟ بصوا، البخاخة دي صغيرة مش كبيرة. دايما لما تبقي في اي محل من المحلات اللي هي بتاعت الادوات المنزليه او كده، هاتي كام بخاخه من دي، يعني هتساعدك، لان بتبقى كويسه، بنعمل فيها حاجات كتير، بنعمل فيها يعني كذا كذا حاجه بتنفعنا. تمام، هحط فيها حوالي 100 مللي من ميه الورد. تمام، ميه الورد مش لازم تكون نوع غالي قوي، اهو حطيت حوالي 100 مل. 100 مل دي يعني تلتين المج، او تلتين المج العادي اللي احنا بنشرب فيه الشاي. هحط على 100 مل قد ايه بلسم؟ هحط 2 معلقة من البلسم، اهو 2 معلقة كبار مش 2 معلقة صغيرين. طبعا اهم حاجة في الخطوة دي ان البلسم زي ما قلت لكم يكون بلسم اطفال او يكون بلسم طبيعي، ما يكونش بلسم من الحاجات اللي ايه اللي هي يعني ما فيهاش مواد طبيعي. تمام، انا كده هكتفي بالخطوة دي. ممكن لو انت عايزة تزودي من الترطيب تضيفي يا اما زيت جليسرين كويس جدا، يا اما تحطي زيت جوجوبا، ممكن انواع زيوت تانية لو انت بتحبيها، يا اما تحطي زيت عطري مثلا زي زيت الياسمين او زيت الورد، اي زيت عطري انت بتحبيه، اللافندر. انا شخصيا هنكتفي بكده. هقفل دي كويس وهفضل ارجها كويس جدا لحد المكونات كلها ما تمتزج في بعض. وطبعا لو انت هتحطي اي نوع من انواع الزيوت قبل كل استخدام لازم ترجي كويس قوي المكونات، علشان طبعا الزيت مش بيمتزج بالمية، فلازم ترجيه كويس جدا ما عدا الجليسرين. الجليسرين هو الزيت الوحيد اللي ممكن يمتزج بالمية. خلاص، بصوا بقى عامل ازاي، بقى عامل زي اللبن. تمام، بعد ما بغسل شعري كويس قوي بالشامبو برشه على شعري كله، ببعد عن جذور الشعر طبعا، وبرشه على شعري كله. ممتاز، مش بيلزق الشعر، بيحمي الشعرايه من اي حراره، من الرطوبه اللي هي جايه في الايام اللي جايه، يعني بيحميها كويس جدا جدا جدا. لذيذ وخفيف على الشعر، احسن من اي لسيون، احسن من اي حاجه ممكن تحطيها، مش بيزيد الشعر زي ما قلت لكم، حاجه خفيفه وطبيعيه وممتازه. بس اهم حاجه واهم خطوه ان البلسم اللي تستعمليه يكون يا اما بلسم طبيعي يا اما بلسم اطفال. ده كان الفيديو النهارده، يا رب الفيديو يكون عجبكم. طبعا لو عجبكم الفيديو عجبتكم الفكره والافكار اللي احنا بنعملها، الحاجات اللي احنا بدل ما نشتريها من بره بنعملها في البيت، لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه،
وشير كتير كتير مع اصحابك، وسيبيه كومنت برايك في الفيديوهات اللي احنا بنعملها، واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني على خير. بحبكم كتير، باي باي.